خلينا نعرف مملكة ولا جمهورية؟ أو أنت ظهري ما أشتري على روحك. هذه هي جمهورية وضحوا أجيال من عام 38 يضحون من أجل الجمهورية. ولدك في دارك ماهوش في حزبك نظم وحكم، أما في الجمهورية وفي المؤسسات لأننا نعرف شنو كان يدور. اللي تحكر كب كل واحد يعرف شكون امه.